زيزو بوظ فرحة المنتخب الأولمبي بلقطة ملهاش لازمة لحظة خروج. النني لاعب كبير قوي ودايما الدهن في العتاء يا نني. المنتخب بيحقق فوز صعب ومهم على حساب أوزبكستان بهدف غالي لأحمد نبيل كوكا. البداية كانت مع منتخبنا الوطني اللي بيدخل تاني مباراة بأحلام وطموحات كبيرة. فوز منتخبنا الوطني اليوم رفع رصيده للنقطة الرابعة في ترتيب المجموعة بعد أسبانيا المتصدر بست نقاط. لكن المباراة شهدت لقطات مختلفة كان أبرزها على النجمين محمد النني وأحمد سيد زيزو. واتكلمت الجماهير على مشاركة النني وزيزو خصوصا بعد اللي حصل النهاردة أثناء خروج نجم الزمالك. زيزو لاعب كبير فنيا ومحترم أخلاقيا ومحدش منصف هيقدر يزايد على ده أهلاوي قبل الزملكاوي. المشكلة نفسية تماما من وجهة نظري. هو رايح المنتخب وحاسس إنه ضحي وسايب نادي وعامل اللي عليه وزياده في وقت كان ميكالي مش عارف يضم اي اسم كبير، وبالتالي ففكره اني مضحي وانقصتك وانت تخرجني وانا اللي معايا في الملعب شويه عيال اصغر مني، فكانت صدمه بالنسبه له، وبالتالي كان رد الفعل اللي عمرنا ما توقعناه ولا شفناه قبل كده من زيزو. على اي حال اتمنى الموضوع ما ياخدش اكبر من حجمه، ومتاكد ان زيزو اول واحد بعد ما يهدى ويفكر في الموقف هيعرف انه غلطان والموضوع هينتهي باذن الله. زيزو وباقي الرجاله هيكونوا سبب في ميداليه تاريخيه لمصر. اما النني فهو عامل اداء كبير مع المنتخب الأولمبي الحقيقة ومش واخد حق. أعرف واحد تاني بيجي يمثل المنتخب تأدية واجب وبيكسل يرجع يدافع. بس تغيير زيزو ده بيحكي حاجات كتير وبيلخص كلام كتير قلناه وما كانش عاجب الناس. ميكالي ده راجل خواجة ما يهموش غير نفسه ومش هيبص لأي حاجة غير مصلحته. عموما المنظر كله باهت من أوله لآخره. ميكالي نفسه مش عاجبني وقراراته التكتيكية محبطة بالنسبة لي داخل الملعب، واللعيبة شايفة نفسها عشان بيلعبوا أساسيين في فرقهم وعاملين نجوم. أنت في مباراة الدومينيكان حاولت تعمل جبهة فيها إبراهيم عادل وشحاتة والدبيس مع إن الأفضل كنت تجمع اللعب عند زيزو واحمد عيد ويروح لهم شحاته والعكس. انت استخدمت زيزو في كل حته وكانك عايزه يعمل كل حاجه، مع انك كنت قادر تعتمد عليه يسحب لك الفريق من ناحيه اليمين ويبعت لك سلع عرضيات. عشان زيزو مش من ضمن مميزاته انه يخترق الا في لقطات قليله، لكنه مميز والكوره في رجله. ميكالي ما كانش مطالب غير انه يوفر طريقه لعب تظهر افضل حاجه عند كل واحد. الوحيد اللي اطلب منه اللي يعرف يعمله هو النني، عشان كده ظهر بشكل جيد. والنهارده في مباراه اوزباكستان اتضح الالتزام بعض الشيء، وبالتالي كان الفوز حليفك. فوز النهارده هيرفع نتيجه المنتخب للنقطة الرابعة في المركز الثاني، في حالة تحقيق الفوز أو التعادل أمام أسبانيا يصبح منتخبنا في دور الثمانية. مباراة ذات أهمية كبرى وعالمية للمنتخب رغم الأداء الضعيف أمام ممثل آسيا. مبروك لمنتخبنا الوطني وننتظر منكم المزيد.